أفادت مراسلتنا نقلا عن مصادر إدارية في مطار هيثرو وأكبر المطارات في بريطانيا أنها لم تتلق أي تعليمات بشأن القرار الحكومي الذي أعلن عنه أمس والذي يحظر حمل أجهزة إلكترونية في الرحلات الجوية المباشرة القادمة من تركيا ولبنان والأردن ومصر وتونس والسعودية وقالت مصادر رسمية أن قرار المنع طال أيضا عدة شركات بريطانية خاصة وحكومية مثل الخطوط الجوية البريطانية البريطانية وإيزي جات ومونارك وتوماس ويأتي الحظر الذي يسري أيضا على أجهزة تشغيل اسطوانات دي في دي عقب إجراء أمريكي مماثل شمل ثمان دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا